اسباب تساقط الشعر ممكن يبقى برضو وراثي او تساقط شعر طبيعي، يعني العادي، يعني العادي ده ممكن من دايت شديد ممكن الحالة النفسية بتأثر؟ جدا. الاستريس من الحاجات المضرة جدا للشعر جدا. اوكي، اوكي. في علاج طبعا، في علاجات للشعر كويسة جدا على حسب بقى. لو تساقط شعر وراثي ليه علاج بطريقة معينة، ولو تساقط الشعر العادي اللي هو ليه اسبابه انيميا او استرس زياده، يعني او يعني سي من حاجه من الحاجات دي، لا ليه قصه تانية خالص. فمهم قوي تشخيص الصح قبل ما ابدا العلاج، لان اوريدي في ناس بتبقى عندها تساقط شعر وراثي هم مش عارفين، وتيجي لي تقولي انا بجيب الشامبوز كتير، شامبوهات كتير، وبجيب يعني جربت كل حاجه من حاجات الكوزموتولوجي ما لهاش علاقه بالطب، كل ده مش هينفع معايا. اوكي، وهي فاكره انها بتعمل كل حاجه لشعرها، واحيانا بيبقى وكل فيه ده فيتامينز كده هو يقولك خدوها وشعركم هيطول وهيتقل بيجربوا كل حاجه، بس كل ده مش مظبوط. انا لما شعري يبدا يقع، وبالذات لما يقع من المنطقه اللي قدام دي، لا ابدا اروح للدكتور فورا، لان ده هيبقى اسمه تساقط شعر وراثي. الوراثي ده لازم الدكتور يعالجه. طب الوراثي ده بيتعالج ازاي؟ في ماده اسمها مينوكسيديل، دي البيز لعلاج تساقط شعر الوراثي. بالحق؟ لا، الحقن ده مساعد مع المينوكسيديل. امال الماده دي الماده بتدخل زي سبراي كده، انا مديالك الماده العلميه مش ال زي سبراي. المفروض انا بحط 8 بخات الصبح و8 بخات بالليل، او 6 الصبح و6 فعلا بالليل. بتجيب نتيجة؟ طبعا هي بتحفز الشعيرات الدمويه اللي موجوده في البصائل، حوالين البصيله، هي بتوسعها، فالدم بيوصل اكتر للبصيله فيبدا ينبت، يعني اوريدي الشعر اللي وقع كمان بيطلع. فطبعا هي يعتبر العصا السحريه بتاعت تساقط الشعر الوراثي. فالفكره ان انا ابدا اعرف انا الشعر اللي بيقع ده سببه ايه، عرفت سببه هعرف اعالجه بقى كويس، لكن مش هعالجه من نفسي،